الحمد لله واسع الإفضال والنوال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل ومن سار على منهاجهم إلى يوم المآل. أما بعد، فإن شأن القرآن العظيم من أعظم الشؤون لدى أهل ملتي لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختار الله تعالى أن يكون إنزاله في شهر الصوم. قال جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فكان ابتداء نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من رمضان، فكانت ليلة 17، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل 40. وكان معنى نزول القرآن ابتداء نزوله إلى عالم الدنيا. ويذكر أيضا أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا تلك الليلة جملة واحدة. أما نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق في خلال سني نبوته 23 عاما، فيها بلاغ الرسالة وأداء الأمانة من هذا النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. أنزله الله في هذا الشهر، فوجب أن يكون نصيب المؤمن من القرآن في هذا الشهر أكثر، وأن يأخذ حظا أوفر من تلاوة القرآن، من تدبر القرآن، من تأمل القرآن، من الغوص على معاني القرآن التي لا يمكن أن تتناهى، فعجائب القرآن لا تتناهى. ويجب على المؤمن في هذا الشهر الكريم أن يطلب تجدد صلة بهذا الكتاب في نفسه، في أهله، في إخوانه، في أصحابه، ليكون على قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في التلاوة وفي المدارسة للكتاب العزيز وفي التدبر للمعاني. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعض الآيات على وفد وفدوا عليه يسألونه عن الإسلام بقى، فقالوا: مما تبكي؟ أمن هيبة الذي أرسلك وأنزل عليك هذا؟ فقال: أجل، من هيبة الله تبارك وتعالى. وليتذكر المؤمن أن كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا بكت من خشية الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا غضت عن محارم الله. فهذه الأعين لا تبكي، وبقية الأعين تبكي. قال تعالى في ذكر البكاء عند تلاوة القرآن مثنيا على قوم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أيها المؤمن، كم عمرك؟ ومن حين ميزت إلى الآن كم مرت عليك من السنين؟ ما حظك من فيضان الدمع عند تلاوة القرآن؟ إنه من أهم المهمات وأوجب الواجبات عليك أن يكون حالك مع القرآن صحيحا، حال مؤمن مع القرآن، حال مصدق بالرسالة. إنها ميزات لا يليق أن تفوت عليك ولا أن تحرمها. ميزة التأثر بالقرآن، تدبر للقرآن، البكاء عند سماع القرآن. فإذا بكت عينك من خشية الله أمنت البكاء الذي لا يفيد. البكاء الذي لا يفيد بكاء الحزن والندامة في يوم القيامة، تسيل منه الدموع الغزيرة الكثيرة الكبيرة، فلا تفيد أصحابها شيئا ولو
أن دمعة خرجت من خشية الله في الدنيا لوجدوا لها جزاء كبيرا وأجرا عظيما ولكفتهم عذابا وشدائد. فنحتاج لأن يكون لنا مع هذا الكتاب العزيز خصوصا في هذا الشهر نصيب وافر من تعاهد القرآن، وأحدنا ينبغي أن يزين جوفه بنصيب من كتاب الله ولو قصار السور يحرص على حفظها، فإذا ضم إليها مثل سورة تبارك فإن صاحب القرآن قال لنا: وددت أنها في قلبي كل مؤمن، وددت أنها في قلب كل مؤمن سورة تبارك. إذا كان نبي الله يود أنها في قلبك، أنت ما تود أن ترضي رسول الله وأن تبلغه وداده في أن تكون هذه السورة وسط قلبك؟ وما ود أن تكون وسط قلبك إلا لما يرجو لك من الخير ولما عنده من الحرص عليك لتحوز المنزلة ولتكفى السوء. وددت أنها في قلب مؤمن قال 30 آية شفعت لرجل في قبره. عدد آيات سورة تبارك 30 آية. على أنك بتلاوة القرآن تحوز على كل حرف تقرأه 10 حسنات. وإذا تأملنا وجدنا ما جاء في الحديث الصحيح أيضا الذي يرويه سيدنا علي بن أبي طالب، فهو في حكم المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي. يقول سيدنا علي: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى خارج الصلاة على غير طهارة، أي من غير مس مصحف، كان له بكل حرف 10 حسنات، فإذا قرأه على طهارة كان له بكل حرف 25 حسنة، فإذا قرأه في الصلاة من قعود كان له بكل حرف 50 حسنة، فإذا قرأه في الصلاة وهو قائم كان له بكل حرف 100 حسنة، كان له بكل حرف 100 حسنة، وكل حسنة لها ثواب يدوم لا يفنى ولا ينفد أبد الآباد. فما أعجب الحسنات، وهي العملة التي إذا تلاشت كل العملات وفسدت تبقى هي العملة الوحيدة المفيدة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فغنم الحسنات بتلاوة القرآن الكريم، واجعل لك نصيبا من تدبر القرآن إذا صليت خلف من يقيم صلاة القيام في رمضان، صلاة التراويح، فيقرأ القرآن فتسمعه متدبرا. من قيام في الصلاة بكل حرف 100 حسنة للقاري ثوابه وللسامع أيضا ثوابه على كل حرف يسمعه خصوصا في الصلاة، فإن جمعية الصلاة وتلاوة القرآن في الصلاة له سر مخصوص وأثر سامي وقوي في جلب الحسنات وفي جلب النور وتقوية الإيمان. فحرص أن يكون لك نصيب من هذا القرآن الذي يأتي شفيعا لأصحابه، واحرص أن يكون قلب زوجتك وقلب أولادكم، قلوب أولادكم بنين وبنات، مزينة بنصيب من القرآن. من تفرغ من الأولاد للقرآن الكريم حتى يكمل حفظه فليكن الأب والأم له من أقوى المشجعين، منتظرين لجزاء عظيم أخبر عنه رسول الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. من حفظ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. قال نبينا: هذا لأبويه، فما الظن بالذي عمل؟ ماذا يكسيه الحق تعالى وماذا يتفضل به عليه؟ إذا علمنا ذلك فعلى الأبوين أن يسعيا
لهذه المزية بترغيب أبنائهم في حفظ القرآن. فمن أكمل من أبنائهم حفظ القرآن فليعيناه على العمل بما في القرآن، على العمل بما في القرآن. فكثيرا ممن يحفظ القرآن ثم يتخالف معه في أقواله وأفعاله، يحفظ القرآن ولسانه لا تكف عن السب، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يحفظ القرآن ولسانه تغتاب المسلمين كل يوم. يحفظ القرآن ولا يحرص على رواتب الصلاة بعد الفرائض، بل قد يحفظ القرآن ولا يحرص على الجماعة في الفرائض. فكيف إذا كان الحال يقرأ القرآن ثم يؤخر الصلاة عن وقتها؟ ما أشد ذلك، ما أعظم ذلك! ألا يخاف أن يكون القرآن حجة عليه؟ فليعاون الإبن على أن يعمل بما في القرآن، أن يكون مواصلا لأرحامه، أن يكون معظما لدينه، أن يكون مهذبا في ألفاظه. فإذا أعاناه تهيأ لأن يلبس تاجا في القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. ما أجل هذا التاج، وما أجمل حال الذي يحصل عليه، فيكون علامة الكرامة من الله، يدخل بها دار الكرامة عند الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون، ما أعظم الذكر الحكيم، وما أعظم الكتاب العظيم! فعلينا أن نملأ قلوبنا بمحبة هذا القرآن وبالرغبة في استماعه، ونزين بواطننا بما استطعنا أخذه من القرآن. فالجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إذا علمت ذلك فغنم الفرصة في أيام شهر رمضان ولياليه لتكون متصلا بالقرآن، داخلا في دائرة التدبر للقرآن، رابطا أهلك وأولادك بكتاب ربك ليكون حجة لكم ونجاة في القيامة. اللهم اجعلنا عندك ممن يحسن صحبة الكتاب، ويحسن تلاوة الكتاب، ويحسن التأدب بأحسن الآداب مع الكتاب العزيز. واجعلنا يا ربنا ممن يقرأه ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. والحمد لله رب العالمين.